بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن أزول طول جدا جدا ما جاء الجامعة الإسلامية، وعلى الأقل كان بيتوقع حسب ما الكم الهائل بتاع الطلاب في الجامعات وعلى الجامعات ازداد، بيتخيل أنه كان الجامعات برضو ارتقت ويتطورت في الطرح الفكري بتاعها، ويتطورت في الموضوعية والعلمية المفروض يتصف بها أي طالب جامعة أو طالب علم. يعني من البديهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا بذيء. فهم الإنسان يجي في جماعة بتدعي أنها هي الوحيدة الماشية الاتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويلقى في طعن وفي لعن وفي سب، الله بعيد النظر آلاف المرات. الحلقات العلمية عادة ما بينفع فيها الصراخ ولا بينفع فيها فلان وعلان وغيره وغيره، يكون فيها طرح موضوعي على أساس أن الناس استفيدوا، وهو اصلا الهدف ما انتظار جهه على جهه سواء كان جماعه او تنظيم او غيره. طيب دي المقدمه. انا داير ازل حضرت كلام كثير عن تكلم عن الصوفيه. هل الصوفيه خطا مطلق؟ كل المصوفه ديل الشيوخ ديل ما عملوا حاجه كويسه اصلا استفاد منها المسلم او استفاد منها المجتمع الاسلامي في السودان؟ يا جماعه الناس يكونوا ناس عقلانيين، يعني على الاقل الشيخ البرعي انت لو انتقدته في حاجه برضه ثبت لي حاجه، على الاقل انه الزول ده عنده كميه من الخلاوي بتاعت القران ما قاعد يقري فيها الشيخ البرعي ولا بقول اعبدوا الشيخ البرعي. بحفظهم سورة الفاتحة وبيحفظهم القرآن الكريم سواء كان جزء أو عشر أجزاء أو غيره. هل كل النازل حتى في العهد السابق السلف كانوا صح 100%؟ ما هو الصح ده ما أصلا ممكن يكون مطلق. أنصار السنة لو قالوا هم صح 100% بيكذبوا على نفسهم بيكذبوا على الناس. الصوفية لو قالوا صح 100% بيكذبوا على نفسهم بيكذبوا على الناس، وكذلك غيرهم وغيرهم وغيرهم. انت على الاقل يا اخي قول والله الصوفيه ديل على ايديهم دخل الاسلام للسودان، سواء كان الكلام ده حاصل معروف في طرق صوفيه جات وجات عملت خلاف السودان، السودان كان عباره عن سودان مسيحي وسودان وثني. هسه عم شوف جبال اللي انقسمت دي، شوف الخلاوي الفيه والمساجد الفيه، عملها صوفيه ولا عملها زول ثاني؟ معلش انا اعذر زول صغير بيجي يسمع في حلقه في عبد الرحمن الاسلاميه وما بيعرف اللعوته الجنب المسجد، اعذره لانه اذانه دي اذنه دي بتسمع لحاجه واحده فقط كلام الجماعه بس، وده ما صح يا جماعه. يا جماعه الاسلام ده ابسط ما يكون، واسلام سهل واسلام مسامح واسلام يعني اي زول بيشيل قدر اللي بيقدر عليه. في زول بيصلي بيصوم رمضان بس، في زول بيصوم رمضان وبيصوم الاثنين والخميس وبيصوم السنن، في زول بيصلي الاوقات الخمسه، في زول بيقيم الليل. الشغله دي يا جماعه حسب القدره بتاعتك، حسب قدرتك. عشان كده انت اصلا ما ممكن تقول الناس كلهم خطا. طيب نجي لانصار السنه في معقل انصار السنه. انصار السنه دي مش الدعوه الوهابيه اجت من السعوديه ولا غيرها. يا ها الدعوة الوهابية اللي كانت في السعودية ولا غيرها؟ يا ها ذاتها؟ طيب الإسلام ده مش لكل العالم؟ الشيخ ده والقبل 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 مصطفى عبد القادر وغيرهم وغيرهم مش مفروض يدعو لكل العالم والنصيحة تكون لكل العالم؟ ما كل المسلمين. أنت تنصح المسلم اللي في أمريكا والمسلم اللي في الصومال والمسلم اللي في أوغندا والمسلم اللي غيره، كلهم تقدم رأيك. الشيء اللي حصل في السعودية ده شنو؟ السعودية دولة بتاع الشريعة؟ أكبر معقل للفساد في الشرق الأوسط
في السعودية، وأكبر معغل للفساد في دول العالم الثالث موجود في المنطقة بتاعت الخليج العربي، سواء كان فساد أخلاقي، فساد مالي، فساد أمراء. الأمراء اللي هم عاملين نفسهم هم شيوخ إسلام. شوفوا أولادهم بيعملوا في شنو وبناتهم بيعملوا في شنو. الكلام ده معروف، أي زول معروف، الكلام ده معروف، ما داري اثنين ثلاثة، ويتكلموا عنه كثير جدا جدا. حتى الشيوخ في السعودية في جزء بيتكلم سرا. وأنا يتحدى حسن المتحدث ده، قال لي مش يلقى منبر واحد، منبر واحد في مكة ولا في المدينة ويتكلم. ما مسموح، ما مسموح، مسموح بس تقول فهد عبد العزيز طال الله عمره، فلان سلمان حفظه الله، وغيره وغيره. لكن انت ما بتتكلم عن الناس الثاني، تقول لي شفت شنو؟ السعودية لما السودانيين قاعدين فيها، المصريين قاعدين فيها، شنو ما شايفينه؟ أكبر قاعدة أمريكية قاعدة وين؟ الكفار اللي بتتكلم عنهم مش حامين السعودية؟ مش حامين السعودية هم؟ القاعدة مش موجودة في السعودية؟ القاعدة مش موجودة في السيلية؟ على بعد 200 متر من قناة الجزيرة؟ الإسلام ده ما بيتجزى، ما بيتجزى. بعدين كل القضايا تتناولها، يتناول كل القضايا الموجودة في الساحة. الأصنام الموجودة في المتحف القومي مش شرك؟ راس بعانكي مش شرك؟ أماني شيخه مش شرك؟ وجينا لقينا راس بعانكي في توتي، في بنطون توتي، ولما لقينا جينا الراس بتاع الملك الفلاني قاعد جنب قاعة الصداقة، ليه ما كسرتوا الأصنام دي؟ ما تبقوا زي سيدنا إبراهيم. انتوا سيدنا إبراهيم ما كسرن وخطاه في كبيرهم وقال لهم أزعلوا كبيركم هذا، أزعلوا قال لهم كسرهم كبيرهم هذا. انتوا خطاه في راس تهراغ أو بعانقي وقال لهم والله يا نازل كسر لهم بعانقي. أي زول سايح جا خش البلد دي في زمن محمد أبو زيد مصطفى ومصطفى الهد، أي زول خش سايح هنا سواء كان المانيه لابسه فوق للركبه، سواء كان خواجي ماشي نصكم، ادته الدواء للطاشيره محمد ابو زيد مصطفى. السلام عليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، عم رضا شكله مسك العصايه من النص وخش المنبر واتضح له، واظن لسه ما اتضح له انه المنبر ده ما ياهو محل الكلام اللي بيقول فيه هو. اول حاجه المنبر ده ما حق انصار السنه، وانت الكلام اللي تقوله في انصار السنه ده احنا بنقول كلام ثاني اكثر منه، ده ما عنده علاقه مع انصار السنه. الكلام ده كله تمشي تقوله في المركز العام بتاع جماعه انصار السنه المحمديه هناك في السجانه، احنا ما عندنا اي علاقه معهم. نحن بيننا وبين انصار السنه ذاته ما صنع الحداد. شوف اي زول ده يتكلم نديك فرصه تتكلم، ما تستعجل حركك الكلام، لسه جايك تقيل انت شفت حاجه اهو سخن على خط الرايه، ولسه انا ما فتحتها في المؤتمر الشعبي الجو شافعين ثلاثه منه برا بيجاي، ولا فتحتها لسه في الصوفيه الاكلوك مهيوبه ولا الزوج جابوك هنا، لسه انا ما بديت في واحد من ديل، ده مستحضر من هسه ده يا دوب مستحضر، اما هي شويه. فانت اعرف اولا انه نحن منهجنا هو المنهج السلفي قائم على الكتاب والسنه على هدي السلف الصالح، نتعبد الى الله سبحانه وتعالى بالقران، نتعبد بالسنه، نتبع الى النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ليس لنا قائد يقودنا، وليس لنا جماعه ننتمي اليها، انما ننتمي الى جماعه المسلمين، دي اللي بننتمي لها نحن. اما كونه يحاسبنا بانصار السنه او يحاسبنا بيقول لك الوهابيه وبالسعوديه وبوين، ده كله كلام نحن الصحيح منه او الخطا نحن بنزن بميزان الكتاب والسنه. بنزن بميزان الكتاب والسنه، فدي نقطه انت افهمها قبل ما تمشي لقدام في كلامك. بعدين اتكلم عن قال امير المؤمنين عمر البشير استخفافا يعني. وطبعا الرجل ونحن نحترم كبير السن، لكن احترامنا لا يتجاوز اطلاقا انه نأيد كلامك الباطل انت تقول فيه. زول كبير في السن نحترمك، لكن كلامك الباطل كونك تجي استخفافا
تقول أمير المؤمنين عمر استخفافا. قبل اليوم أنت يا شعبي يا تابع للترابي، قبل اليوم ما كان لما كان عندكم شيء من حظوة السلطة ومن القروش في البلد دي، لما كنتوا قبل اليوم عندكم مكان وكرسي وقاعدين وبتاكلوا وبتشربوا من البلد دي، كان عمر البشير بجد أمير المؤمنين ولا ما كان؟ بيقدر يقولوا ما أمير المؤمنين؟ طيب الخلي يبقى ما أمير المؤمنين شنو؟ شنشات الترابي؟ برافو لعمر البشير، أدى الترابي شلوت في 4 رمضان جدعوا برا، بقى الترابي قال لقد فصلوا الدين عن الدولة، الدين هو الدين، فصلوا برا وخلوا الدولة برا دين. زمان انت ما كنت بتقول دين، زمان ما كنت بتقولوا ده الجهاد، زمان ما كنت بتقولوا دي الدولة الإسلامية، ما كنت بتقولوا دي الشريعة الإسلامية، شريعة شريعة ولا موت الإسلام قبل القود، ده كان بيتين قبل الشلوت ولا بعد الشلوت؟ ده قبل الشلوت اللي ادوكم ليه؟ قال لعمر البشير انتهى دور القائد العسكري وجاء دور الخليفة، هو بيعتبر نفسه خليفة راشد، ده ترابي الذي هلك وأراح الله منه العبادة والبلاد والشجرة والدواب، ترابي اللي مات قال للبشير حفظه الله، احنا بنقول مش قال ما تلقى أسدي، حفظه الله تعالى ورعاه. بيوجعك الكلام ده انت؟ انت موجعك الكلام ده؟ اضرب راسك بالزلط، عندك شنو انت؟ وانت عندك حاجة؟ شوف الشعبي قال ليه الناس في السعودية ما بيتكلموا عن الحكومة؟ انت اللي بتتكلم عملت شنو؟ خليني من اللي في السعودية هناك اللي ما بيتكلموا، انت الآن بتتكلم، وديناك المايك ونظمته، ماذا غيرت في الوضع السوداني؟ غيرت شنو؟ صلحت شنو انت؟ بلاش كلام فارغ معاك، نحن لا نؤمن اطلاقا بدين المتاجرات، نحن لا نؤمن بدين تتغير ثوابته ومبادئه واصوله تتغير بالمصلحه الماديه، نحن ما بنؤمن بكلام زي ده. ما بتغشنا يا شعبي انه الحكومه كفرت وارتدت، دي كلها متاجرات سياسيه، كلها متاجرات وكذب وتغبيش وخداع وغش للطلاب. انت جاي تخدع الناس بشنو؟ انا ما اعرفه قاعد ولا ماشي عمر ده. ايوه يا عمر، لا ايوه ما بتمشي، انا ما عارفك ذكر ما بتمشي، خليك قاعد انا عشان لسه كلامي كثير، فهمتني؟ ما تقنعني بانه عمر البشير الان اللي انت بتستخف به رضي الله امير المؤمنين اللي انت بتستخف به يتغير شنو في دينه؟ ما ياهو عمر البشير الجسد 89 ياهو ولا ما ياهو؟ يا هالسياسه بتاعته اللي جابها من الاول ياهو ذاته يتغير شنو؟ اتغيرتوا انتوا بعد ما شلتوكم جيتوا بالورد تنبذوا فيه. الترابي زمان ودى الناس الجهاد، لابد تضغطوا الامريكان، امريكا يا قرن يا ساسه ويا اخس الساسه، البلد بين ناس قال والشريعه ساسه، مش ده الغنى بتاع الترابي زمان؟ مش وداكم الجهاد؟ اوك ريحه الجنه والجهاد، وكانت في شعارات طيبه وصحيحه، كانت فيه شعارات صحيحه ومرق الناس جهاد، وبعضهم نحسبهم خرجوا في سبيل الله، والله يتقبلهم شهداء، الله يتقبلهم اللي مرقوا في سبيل الله وجاهدوا لاعلاء كلمه الله وحمايه للدين وحمايه للوطن وللاعراق، ربنا يتقبلهم كلهم. لكن انا ما بتكلم عن ديرك، انا بتكلم عن الترابي اللي طلعهم قال لهم الجهاد والحور والجنه، بعد ما شاتوا برا قال ما في حور ما في، قال ما في جهاد، وقال الماتد الفطايس منو اللي ودهم؟ ودهم هو، وجل انا غير لانه تغيرت السياسه. نحن بحمد الله نحن سلفيون، ديننا ما بيتغير بسياسه، جاءت هذه الحكومه وذهبت تلك الحكومه وجاءت حكومه ثالثه، نحن مبدانا واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع واطع للامير، مش امير مش حاكم، وإن تأمر عليكم ولو جاب الدبابة، مش في النهاية بقى حاكم دولة استتب له الأمن، بقت مؤسسة الدولة في يده وهو بيحكم الناس بالإسلام، حتى لو مقصر في الإسلام ده ذاته، حتى لو ظالم بياكل وينهب حق الناس وياكل أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع، أنت الحديث ما بتؤمن به ولا الجماعة اللي معك ولا الشعبيين اللي هناك، ديلك بيؤمنوا براية الترابي، حديث ما عندهم
بيؤمنوا بالحديث لما يكون في مصلحتهم. ربنا قال وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أصل واحد مما يلقى الحديث بيخدم غرضه بيجي يقول لك الحديث الحديث. الترابي أنكر الحديث كلها، قال كتبها في زمن بني أمية، قال والبخاري ده ذاته جاب بخاريكم بخاري بتاعكم ده. محاضرة حضرت أنا 2005 في جامعة الخرطوم كلية العلوم الرياضيات سكول 2005 بعد المغرب، تراب قال البخاري بتاعكم ده، وابن عمر قال بتاعكم ده، وابو هريرة قال 18 شهر حفظ القرآن. الحديث من وين ذاته؟ قال طعن في الحديث كلها. أول ما جاء في إمامة المرأة، طبعا دير عندهم كده عقدة بتاعت المرأة، حقوق المرأة والنساء، ده موضوع مع النسوان انا ما عارف موضوع شنو. كويس، اول ما جاء لإمامة المرأة قالوا عندنا حديث كده، يعني حديث ام ورقة. وطيب ده ما حديث، ما كتبوه في زمن بني أمية برضو، ده ما حديث. انت ليه تنتقي من الدين ما يوافق هواك وتترك كل شيء من الدين لا يوافق هواك؟ عشان كده نحن كسلفيين بنقول ناخذ من القرآن جميع القرآن، ونأخذ من السنة ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما صح من السنة على العين والرأس، كل القرآن على العين والرأس. لكن انتوا عندكم لا تختاروا بمزاجكم. أصل أنا لو ناقشت في أي مسألة من المسائل بتاعته دي كلها أديته حديث ما بيقبل به، ما بيقبل. ليه؟ يقول لك لا الحديث ده بعقلي ما جاء. بعقلك والديمة وكل عقلك انت، ولا عقل هناك داك داك بيقرأ القرآن غلط. القرآن قال الزانية والزاني، زانية بالفتحة قال بهناك ده، جابوا في مناظرة مع اللي بتتكلم عنه عم المصطفى، ده ما تابع لنا احنا، ده ما تابع لنا احنا، فريحة عندنا علاقة معه، فهمت؟ جابوا في مناظرة معه وده بكسر في القرآن وده قال بيناقشوا. على أي حال انت افهم افهم إنه دين المؤتمر الشعبي دين مزاج ودين هوى، دين هوى، ما دين نزل ربنا في كتاب ولا شرع محمد صلى الله عليه وسلم في سنة، دين بتاع هوى في النهاية، كله متناقض من أول إلى آخر متناقض. طيب نمشي قدام. قال الأنصار السنة بتاعتكم، وطبعا إحنا ما أنصار سنة لكن مشينا لك. قال مش أهل وهابية الجاي من السعودية، قال السعودية أكبر معقل فساد أخلاقي وفساد الأمراء. طيب وين الإثبات؟ سلمنا جدلا إنه نحن سعوديين ودارنا دافع عن السعودية. أنا ما سعودي، أنا لابس عقال، أنا سوداني، أنا ما سعودي يا شيخنا، ما عندنا علاقة مع السعودية نحن. لكن أفرض أنا سعودي، كلاس ركبت مكنة بتاع السعودية شلونك وكده، تمام؟ أثبت لي اليوم أنت قلت جملة يا هادي، قلت السعودية أكبر معقل فساد أخلاقي وفساد مالي بتاع الأمراء، مش كده؟ وين الإثبات؟ جيتني ساعة كده بيديك أكبر معقل فساد. أها أسأل، لو قلت لك أنت أكبر فاسد مش هتقول لي وين دليلك؟ إثباتك وين؟ وين البرهان؟ تتكلم في السعودية سايتة؟ وين نازل عندهم اتفاقيات مع البشير؟ أنت ما عارف المعلومة دي؟ والكاميرا دي بترفع الشغل ده بالفيديو. أكان ماشي يقول له عندك وعد بجاء، قال الأمة أمة رضيتها قالوا هينين يرفعوك، والله ما تشوفش النور تاني يا شيخنا، ما تقول كلام سهل، الشغلة دي ما سهلة، أنت ما تقول لك كلام تطلق الكلام على عواهنه. في النهاية ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت بتقول جملة زي دي، أنا ما يهمني كثير كونه ذاك فاسد أو ده ما فاسد، أنا ما بصدد الدفاع عن أحد، ما بصدد الدفاع عن أحد، لكن في النهاية أنا ما بقبل كلام إلا مثبت. أنا الليلة لما أجي أتكلم عن الترابي بتكلم لك بوثائق، بقول لك قال كده في محاضرة كده في الشريط كده بصوت، وبجيبه لك فيديو، بجيب لك كتاب الترابي، كلام لك كلام موثق. أنت تعال اتكلم هنا عن السعودية عن غير كلام موثق. قال ما بتلقى في مسجد من مساجد السعودية بيتكلموا عن الأمير فهد ولا الملك منو ما عارف كده، ما يتكلموا، وده الصح ذاته. ونحن لو لاقين في البلد دي برضه ما يتكلموا، مش الحكومه ما يتكلموا عنا. ليه؟ نحن بنستند على شنو؟ بنستند على مصلحه، زي ما انت بتقول عندكم مصلحه معينه، احنا ما عندنا مصلحه، وانت تعرف المعلومه دي والجميع يعرف المعلومه دي، انه نحن الوحيدين الذين ليس لنا مصلحه اطلاقا،
لكن نحن ننطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان حاكم قال فلا يكلمه علانية قدام الناس، ما في حاكم بينصحوه علانية، قال وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. عندنا نحن في السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اللي احنا بنعرفه، الحاكم ما بينصحه في العلن. نجي للواقع، ماذا استفاد الناس من الكلام في الحكام؟ استفادوا شنو؟ امشي شوف الدول اللي جنبك دي كلها، استفادت شنو؟ سوريا قبل اليوم جوا الاخوان المسلمين اللي زيك ديل، اخوان مسلمين، ناس القرضاوي وناس عايض القرني وناس سلمان وميم والعريفي، اخرجوا ثوروا اطلعوا، طلعوهم ثورة ثورة على الكافر، طلعوهم ثورة. ماذا استفادت سوريا من الثورة؟ ماذا جنت؟ جنت شنو؟ انتوا شايفين كسودانيين مشاهدين ولا ما مشاهدين الان اللي بيحصل؟ شايفين السوريين ولا ما شايفينهم؟ ها؟ الان الوضع ده انت بتقبله لاختك وامك؟ الوضع الان اللي بيحصل، وان كان السودانيين والله والله يحترموا ويشكروا على اخلاقهم العالية، انه في النهاية رحبوا بضيوفهم، والسوريين نزل عندنا ضيوف في السودان والناس يحترموهم والله، يأجروا لهم البيوت وسكنوهم وعاشروهم احسن عشره واووهم. لكن هل انت بتقبل لاختك وامك وزوجتك تطلع لبلد ثاني وتتسول في الطرقات عشان دايره لقمه العيش ودايره السكن؟ انت بتقبل كلام زي ده؟ ده جا من وين كل الكلام ده؟ نتيجه شنو؟ نتيجه الثورات البنادو بعدين. وهل ينادي هذا وامثاله بالثورات والخروج على الحاكم، هل بينادوا بها مصلحة للشعوب؟ مصلحة للشعوب؟ يوم 200 ثورة جات لمصلحة الشعب، 200. شوف التاريخ، الثورة بتجي لمصلحة أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء امسكوا هم الحكومة ودار ياكل هو بدل ياكل القديم ده، كل الموضوع. لكن يجي يغلف له غلاف النضال وغلاف الثورة وغلاف الحريات، واخرج ايها الشعب الغيور، اخرج الى الطرقات، شيلوا الحكومه دي جيبوا حكومه جديده. مين الحكومه الجديده؟ هو وامثاله جماعته. يجي يلغفوا البلد ياكلوا، بعدين بينساك. انت قال لسه بجيك اغبى شينا ده ويتكلم معاك في المنبر ده، بقى لو بقى بعدين وزير الماليه بجيك هنا؟ بجيك ثاني؟ ده ما بجيك يا شيخنا، داير بعدين يضربوها جماعته هو، ده كل الموضوع. يجوا بعدين ينادوا لك بهناك، يقول لك الثورة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. انت عارف في كم حزب؟ حركة مسلحة 85 حركة مسلحة، دول كلهم دايرين الخير للبلد. زول بيشيل سلاح وبيرفع السلاح في وشاله، وقتلوا المئات ودمروا القرى وأهدروا الأموال، ده كله سوا لمصلحة من؟ هل في مواطن استفاد؟ ما تلعب علينا يا ناس، ما تغشوا علينا. نحن والله نؤمن تماما بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الخير في الصبر. أصبروا قال أصبروا لمتين يا رسول الله؟ قال أصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر، كما قال الحسن رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبروا حتى تلقوني على الحوض. نصبر على جور الأئمة، نصبر وربنا فرج عننا، نصبر وربنا يصلح ولاة أمورنا، لأنه إحنا ما عندنا طمع زيكم أنتم يا الأخوان المسلمين، ما عندنا طمع في سلطة. الحكومة دي لو قدموا لنا في طبق من ذهب الليلة إحنا ما دارينا، ما دارين فيها ولا لجنة شعبية، ما دارينا، ما دارينا. ونحن شايفين أسلوبنا ده هو اللي بيصلح البلد، هو اللي بيصلح الحاكم، لأنه في النهاية الحاكم جزء من الرعية. ولو ما صلحت الرعية بالعلم، صلحت الرعية بالقرآن، صلحت الرعية بالتوحيد، صلحت بمحاربة الشرك ومحاربة البدعة والفساد اللي انت بتقوله، لو ما صلحت الرعية الحاكم ما بيصلح. الحاكم بيجي من وين يا شباب؟ بيجي من الرعية. قال لا انت لو شلت الحكومة خليتها فاضية، البلد ما في حاكم، لا في وزير مالية، لا في وزير اقتصاد، لا في شرطة، لا في أمن، لا في أي حاجة، خليت البلد فاضية، من أين يأتي الحاكم؟ انت هتهسه ورد لنا حاكم تطلعه من القبور؟ هتطلع لنا عمر بن عبد العزيز من قبره؟ هتجيب لنا عمر بن الخطاب من قبره؟ ولا في النهايه هتختار ناس من الشعب ده؟
هتختار من الشعب. إذا لو ما صلح الشعب ده ما في حكومة هتتصلح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيفما تكونوا يولى عليكم. والحاكم ده جزء مننا. وإنت الليلة لو زعلان من البشير في شخصه، البشير لو مشى وفي النهاية حيمشي، لأنه الدنيا ما حدوم لإنسان، ما حدوم لإنسان، حيجي زول بعديه. هل الإنسان اللي حيجي بعديه حيجي خارج عن صفات الشعب السوداني، ولا حيجي سوداني وصفاته زي السودانيين ديل؟ في النهاية حيجي زي السودانيين ديل. عشان كده نحن فهمنا للإصلاح نصلح الرعية ونشتغل في الشعب. الناس تتعلم الفساد اللي انت تتكلم عنه ده، انت حرقك ليه لما بقى في الأمراء؟ حرقك ليه لما بقى في الوزراء براهم؟ فساد ده ما قاعد في الشعب ده كله. الكمساري لو اديته قروش، اديته 50 جنيه وغفلت منه، برجع لك إلا من رحم ربك، ما برجع لك تاني، ما برجع لك. ليه انت ما تكلمت عن فساد الكماسرة؟ ليه؟ ليه ما تكلمت عن الفساد القاعد في الشارع؟ انت بتقول لي في زنا وفي زنا، ده دايرة سعودية؟ الزنا دايرة السعودية؟ البلد دي ما فيها؟ تقول بالله نحن هنا في زمن عهد الصحابة هنا ما في؟ الفساد الأخلاقي هنا ما في؟ أنت بس جاري للسعودية برا مالك؟ إذن يا إخواننا ده سلوك مجتمعي يعالج بمعالجة المجتمع، ما بيعالج بمعالجة حاكم. لأنه لو ذهب هذا وجاء آخر حيكون نفس الفات، لأنه دي تربية الشعب كده. عشان كده نحن موضوعنا كله مع الشعب. ما تجوا تصاي انت وتتعب رقبتك، ما تتعب رقبتك. انتوا قبل اليوم ما كنتوا ماسكين الحكومه، انت الان بتشتكي من البشير؟ نحن بنقول حفظه الله ورعاه، وان شاء الله الانتخابات الجايه ايه تاني يجوا؟ اها مالك؟ ان شاء الله تاني يجي. لكن انت لو بتعتبر البشير حفظه الله تعالى بتعتبره سيئه من السيئات، ولكن نحن لا نتكلم عن الحكام بهذه الطريقه اصلا، ما رغبة ولا رهبة. أعرف المعلومة دي، لا رغبة ولا رهبة. أنا شخصيا لا عندي علاقة أصلا لا في وظيفة ولا حتى موظف في دولة. أنا ما موظف في دولة ذاته، شغال في ريح حر براي قريش واحد بيجري من حكومة ما في، ما عندي فيهم رغبة ولا رهبة. ليه؟ لأنه الكلام متاح في البلد دي، متاح. أي زول بيتكلم حزب الشيوعي بنبذ في الحكومة، الكلام متاح، حكومة ما منعك تتكلم ذاته. هل حرام عليك تتكلم في البشير؟ هل قالوا لك حرام؟ هل في ذول يتكلم في البشير سجنوه؟ ولا في ذول بيزال هذا قاعد، ولا من جيه قاعدين في الركن، كانوا ما قاعدين، قاعدين في الركن ده هنا حاضرين كلامك ده، ولا بيزالوك ابشرك عشان ما تخاف ذا، ما في ذول سالك. لكن نحن الذي يمنعنا، انا قلت لكم اللي بيمنعنا دين يا اخواننا، بيمنعنا ديانة، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما تتكلم عن الحاكم، انصحوا هناك في محله، امشي له وانصحه. ونحن بندعو الله يصلحه، وده الخير كذا، تدعو الله انه يصلحه، لانه انا ما عندي رغبه في حكومته دي، ما داري منه ولا حاجه. طيب بعد ذاك قال الركن ده كله طعن وسب، طعن وسب كله، لانه ده كلام في الصوفيه والاخوان المسلمين بيعتبروا طعن وسب. يا ناس لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنت ما ممكن من الأول جيت لما دخل بمقدمته كده. أنا لما طوالي جبت لي نوتة من واحد من أخواننا دير ودارتب، لكنه قلت الزول ده الليلة حيفك لنا كلام مهم جدا. هذا الركن ليس فيه طرح فكري، وهذا الركن وطوالي خش قاعد نبس في النسوان. والله إحنا وكنت ننبس بننبس الرجال كمان، إحنا ما بننبس النسوان. نحن وكنا نتكلم بنتكلم في رجال، ناس البرعي والصايم ديمة والكباشي والمكاشفي، ده الرجال وأولاد الرجال هذا اللي قاعدين بنتقارع مع الرجال راس لراس، حديد يلاقي حديد مع الرجال. تتكلم في النسوان كمان؟ يا عمنا يا اخي انت ذول كبير يا اخي، ما تخلينا ناس تغيروني اذا اتكلم فيك. بس انت قلت حقائق وانا قبل قلت كضايب، ما قلت حقائق ذات. اثبت لك يا هادي كتب الغوم، اثبت لك انا الليله هذا الكتاب بتاع الصوفيه قاعد وبثبت لك بلاوي الصوفيه. اريتك انت تثبت لي البيت بتاع الشيخ مصطفى اللمين ذاك، أردك تثبت لي. جيب الكتاب معاك، بالكتاب جيب الكتب. ايوه عشان ما يبقى يقول انا ما قلت، انا ما طعنت، انا قلت حقائق متاحه، الجرايد تناولتها وانا تناولتها وفي الفيس متناولينها وغيره متناولينها. انا من قلت الطعن والسب لانه في كلمتين ثلاثه انا سمعتين ما بليغن بمنبر بدعو للسلف ولا بتكلم عن السلف،
بعدين انت من تتكلم تقول انه احنا مفروض نسكت طوالي، مفروض نسكت. السيدة عائشة ما اختلفت مع سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه، سيدنا ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق قال شنو؟ مش قال لو لقيتوني انا في طريقه غير صحيحه قاوموني وقام لي اعرابي، قال له والله نقوم بسيوفنا ديل. طيب الاعرابي ده كان ما عارف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له، قال له سيدنا ابو بكر الصديق. وفي 100 حادثه الحوادث الاسلاميه دي موجوده كلها، كربلاء غير 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 غير، الدوله الاسلاميه ما قامت الليله، ما الليله كربلاء دي كانت وين؟ سيدنا عمر كانت بتين، سيدنا عثمان الفتنه بتاع سيدنا عثمان، ما في صحابه ساروا على سيدنا عثمان، ما في ولد ابو بكر الصديق. انتوا بتقروا الكتب دي بتحفظوا صايم ما بتفهموها؟ الكلام ده موجود فيه. احنا ما بنخجل عن التاريخ الاسلامي، تاريخ الاسلامي فيه الناصع 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 الناصع، وفيه المخلوط وفيه الغير مخلوط. ناس ابو نوازل كانوا وين؟ ما كانوا في الدوله العباسيه؟ ما كان في امراء؟ بني اميه ما كانت توريث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ورث؟ انتم بتتكلموا بتاخذوا اجزاله؟ بعدين شوف انا والله المؤتمر الشعبي وانتم كلكم بيعتبركم حاجه واحده، مؤتمر الشعبي شنو؟ انا ما مؤتمر شعبي ولا بي ولا بي ولا ما تاشريت اقول لك اخوان مسلمين، مالو مال اخوان مسلمين؟ انا داخلتك كشخص فقط، حسيت تحدد لي رايك شنو في الاصنام الموجوده في المتحف وارحكم كلنا كثيره. انت معانا، انت مش تكسر معانا، انت نديك بعنخي والشيخ ده نديه تهراوه كسروهم. اتكلمت عن الصوفيه، هل الصوفيه كلها خطا؟ هل ما عملوا حاجه صح اصلا في الحياه دي؟ هل ما قروا ناس قران؟ هل ما عملوا خلاوي؟ هل ما علموا الناس الصلاه؟ هل ما دخلوا ناس الاسلام؟ جاوب على الكلام ده ما تنطط. طيب انا من قبل داير النقاش ذاته يمشي منحى زي ده، انا داير يمشي منحى بتاع مسائل علميه، والليله فك له شبهات وكذبات، انا كده يا دوب مزاجي ظبط وبعرف مناقشك تمام، وعرفت انه الاتجاه بتاعك شنو، تقال انا ما بعرفك دي شغال شنو، انا تقالني دي شغلت انا ذاته. طيب انا داير اوريك الاتجاه اللي مشى له الزول ده، النقاش يا دوب مشى كده انا معي مظبوط، اربط لي بين كربلاء كربلاء والحسن والحسين مظلومين كربلاء واحد، فتنة عثمان والصحابة الصحابة قتلوا عثمان اربط لي بدي، ثلاثة عائشة اعترضت على منو؟ عائشة تخيل اختار من امهات المؤمنين كانت منو؟ عائشة اعترضت على منو؟ على علي، وعلياته كرم الله وجهه، ربطوا كلامنا معايا يا شباب خليكم مسكية ربطوا. اها ابو بكر قالوا له لقومناك بسيوفنا، اختار منو؟ ابو بكر. كويس ماشيين كويس يا اخواننا مربطين الكلام. طيب بني اميه دي لها المعاويه، بني اميه والعمل عملوا، ربطوا الكلام ده مع بعض، بني اميه زايد فتنه كربلاء زايد فتنه بتاعه عثمان زايد عائشه زايد علي كرم الله وجهه، كله ده يساوي شنو؟ شيعة يا ولا عمنا يا اخي، نحن ما بتمشي فينا بالطريقه دي يا اخي، بالله درت باصيه كده باص جنبي ونحن تفود علينا؟ ويا زال دي احنا ما بتفود علينا، السيده عائشه انت بتطعن فيها بتعتعد، انت بتطعن فيها انها اعترضت على علي، انا ما غبي، اعترضت على منو؟ على علي، دي ما بتفود علينا، نحن فهمنا. معلش استحضرت مالك هسه؟ انت لما اتكلمت انا اعترضت عليه يا شباب، لما تزول تتكلم اقعد تحت يا عمنا، اقعد لسه انا ما رديت، انا لسه عملت معادله بس، هذا زايد هذا زايد ده زايد ده زايد ده يساوي الشيعه، انا ما قلت انت شيعي، انت استحضرت مالك؟ انا ما قلت شيعي، انا قلت يساوي الشيعه. طيب اجي انا اغش لك واحده واحده، قال كربلاء والحصل في كربلاء، ماذا حصل في كربلاء؟ كذبة الشيعة، ماذا حصل؟ قتلوا الحسين، الحسين قتل مظلوم، نحن نؤمن بهذا، قتل مظلوم، من الذي ظلمه؟ ده داير طوال يجي والتاريخ المشوه
والتاريخ الناقلينه ناس سيد قطب والتاريخ الناقلينه الشيعة، ويجي يقول لك ابن معاوية ابن أبي سفيان يزيد هو الذي دل على قتل الحسين وهو الذي قتل الحسين، كذب. فتش التاريخ، ارجع لمراجع الأمة واتحداك، اتحداك تجيب لي مرجع واحد من المراجع الموثوقة تقول إنه يزيد ابن معاوية هو الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. ما قتلوا، اللي قتلوا واحد اسمه ابن زياد، ابن زياد، وده كان الوالي بتاع يزيد، ويزيد لم يأمره بقتل الحسين، وجاء الحسين من مكانه وبزوجاته وبجيشه جل أصلا الحسين رضي الله عنه. انت عارف التاريخ يا طلبة عشان ما تتغشوا، شايف الشيعة بيجوا بيجوا كل مرة، عمك العجوز ذاك اليوم ذاك اديناه في راسه تمام وشرد قمر السلينة ده جاب لنا ذاك، اتغل الله انت لسه انا جايك، لسه جايك انت تطعن في الطحابة بالراحة كده وانا بخليك، ده شغلنا والله ما اخليك الليلة، والله انظمك نظام لانه انت جاهل ما تعرف تاريخ، تاريخ ما بتعرفه، مناظرة معاك انت، خلينا نتم لك كلام وانا جايك. شوف الظل ده استحضر كيف، شوف الاستحضار ده ما سخن امهل. طيب ال 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 الحسين ما تمشي اقعد، طيب ما تمشي اقعد في الوطينة، جيب له مويه عليك الله، جيب له مويه خليه يقعد في الوطن كويس، خليه كويس. اولا يا طلاب اعرفوا المعلومه المهمه دي، الحسين رضي الله عنه لما دعاه اللي دعوه مجموعه من المتشيعين له وقالوا له تجي عندنا وليس علينا امام، قالوا له ليس علينا امام، تجينا وتبقى انت الامام بتاعنا، فخرج على ذلك، وبعض الصحابه ومنهم اخوه ودبوه اسمه محمد بن الحنفيه، والحنفيه امه ده ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كويس، قال له ما تمشي، حتى ودعه ابن عمر قال احسبك من قتيل، وده من حساب عمه كويس، غيره من الصحابه ده مو عمه كويس. مشى لحد ما وصل عرف انه الامر ده مؤامره وخدعه والامر ما على الحقيقه، قام خير ابن زياد وده كان والي ظالم ومجرم، احنا بنقر بالمعلومه دي، مجرم ده، خير وقال له يا اخي اديني واحد من خيارات ثلاثه، اما ارجع لاهلي وبين اسواني وبين جيشي ارجع لاهلي، ده خيار اول، خيار ثاني قال له خليني امشي لابن عمي يزيد ابن معاويه، ده ابن عم الحسين ابن علي ابن ابي طالب، وان رغم انفك وانف الشيعه المعاك، ده ود عمه، انت ود عمه؟ جايب خبر ده ود عمه، قال له خليني امشي له، رفض. الخيار الثالث قال له خليني امشي اقاتل الكفار الاتراك في الحدود الاسلاميه، رفض الخيارات الثلاثه، والرجل ده كان ظالم قتل الحسين ظلما، قال ابن تيمية فقتل الحسين رضي الله عنه مظلوما، لكن اللي قتله ليس يزيد بن معاوية. أعرف المعلومة دي عشان انت ما تقول لي كربلاء وكأنه الصحابة هم الذين ظلموا الحسين، أبدا أبدا، ما خلاص انت ما عندك مرجع. طيب طيب مشينا قدام، قال فتنة عثمان والصحابة، قال وقال منهم ولا الصحابي كبير، مش قال كده؟ تتذكروا ولا ما تتذكروا؟ تسجيل موجود، تبتر تنكر؟ تنكر كمان تزول كبير كده تنكر؟ تزول كبير كده يا اخي؟ عيب عليك، الكتاب خلو، انت كلام قلته هسه خلي الكتاب، هسه قلت انه مش قال الصحابه اللي قتلوا عثمان ومنهم ابن صحابي؟ كذاب كذاب. انت افهم الكلام، انا قلت عمر اتعملت الفتنه ودخلوا عليه في البيت، في واحد مسك تفهم كده؟ قلت صحابه ولا ما قلت؟ ما قلت قتلوا، قال قتلوا، قال قتلوا، التسجيل موجود، دارت اكذب؟ اشوفت الزول لما يزره بيبقى زي ده، ما بخليك الليله، ما بخليك، ما في، اعرفوا يا شباب، اعرفوا يا شباب انه لم يشارك اصلا في مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه صحابي واحد، ولا رضي الصحابه بمقتله، إنما قتله أوباش القبائل من السفلة ومن المجرمين ومن المنافقين من أربع جهات، من قبائل السكن اليمنية ومن قبائل كنانة جاية من جهة مصر ومن قبائل جاية من الشام، أربع قبائل اتلمت
أو من أوباش القبائل والسفهاء والحمقى اجتمعوا على عثمان بن عفان ودخل عليهم وكان معهم خد بالك محمد بن أبي بكر ونمرة واحد هو ما صحابي هو من التابعين ما يعتبر صحابي دي معلومة أنت ما بتعرفها ذاتك اثنين هو لم يشارك في مقتل عثمان إنما وعظ عثمان ونحسه نصحه راجع الطبري لما دخل عليه نصح عثمان رضي الله عنه قال له لو رآك أبوك لو أبوك شافك فخرج محمد ابن أبي بكر ولم يشارك في مقتل عثمان إنما قتله رجل يسمى كنانة ابن بشر بن عتاب التجيبي من مصر معه واحد اسمه القافقي ابن حرب العكي ضرب عثمان بحديدة وكنانة غرس فيه سكين أو سيف طويل قتلوا به فهمت؟ ما قتلوا صحابي واحد إنما هؤلاء سفلة واحد منهم بعد ما قتلوا جاءت زوجة عثمان نائلة رضي الله عنها تدافع عن عثمان واحد قطع يده فلما ولت هاربة نظر إلى ظهرها قال ما أعظم عجيزتها بتغزل في الخبيث الكلب ذاك فقال له عثمان قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار قال راوي الأثر فلقيت رجلا بعد زمن طويل ملقيا على الأرض على وجهه قد قطعت رجلاه ويداه وعمي بصره لقاه في الأرض قلبه كده على وجهه قال له من أنت قال له أنا الذي دعا علي عثمان بأن يقطع الله يدي ورجلي وأن يعمي بصري قال وأنا أنتظر الرابع دخول النار ديل اللي قتلوا عثمان طيب تقول لي قتلوا صحابة ما في صحابة شارك في مقتل عثمان لو ما قلت أندمك على الكلمة دي عشان تاني ما تقولها لو ما قلت أندمك عليها تجي أنت تقول أنا ما بكتب ساي شوف سخن معاه كيف شوف سخن معاه كيف إذن الصحابة ما قتلوا عثمان أنت بتتفق معي أيوة بس أقعد خلاص أقعد مش اتفقنا أقعد الله أقعد معلش بس دار أصلي وأنا ذاته أنت كان نكرت أنا ما دايره أنت كان أنا داير شنو أيوة معلش لسه جاي كثيرا ما هي هدا أصلنا طيب إذن خليه أنت تعال معه ذاتك أنت دار تناقش تعال معه بس كويس دي نقطة بعديها قال عائشة رضي الله عنها اعترضت على علي رضي الله عنه عائشة ما اعترضت علي وأنت كذاب ائتي بكتب التاريخ يا ناس أزول بنكر في كلامه حيجيك أقعد تهد عائشة رضي الله عنها لا تزال على احترام كامل لعلي وكذلك علي رضي الله عنه لا يزال حتى انتقل إلى ربي سبحانه وتعالى على احترام كامل لعائشة رضي الله عنها وعلي ليس بعيدا من عائشة إطلاقا هم كلهم قرشيين وكلهم صحابة مرضيين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم الله تبارك وتعالى فسيح الجنات ما تجي تخلق لنا صراع بين علي وعائشة ما في صراع يا ناس خلقوا الشيعة ما في صراع بين علي وبين عائشة إطلاقا ما كان في صراع بيناتهم لكن تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا لكن ما كان في صراع بين علي وعائشة عشان تجد كذب انت واقعة الجمل إنما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مصلحة بين الطرفين ما خرجت مقاتلة ولا قاتلت ولا حملت سيفا ولا شجعت على قتال إنما جاءها طلحة والزبير رضي الله عنهما وقالوا لي أخرجي أصلحي بين الناس لما يعرف من مكانته عند المؤمنين كلهم وحجاها بقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إنما خرجت للصلح بين الناس لكن ما خرجت لقتال بل وقفت بيناتهم وأجر الله تبارك وتعالى بدخولها الصلح بين المؤمنين لكن الخوارج لما اكتشفوا إن الصحابة اصطلحوا اللي في جيش معاوية واللي في جيش علي لما عرفوا إنهم اصطلحوا الخوارج وقفوا في النص وأشعلوا القتال بقوا يضربوا في جيش معاوية ويضربوا في جيش علي فصاح الناس بقوا بصيحوا الخوارج في جيش علي بيقولوا غدر معاوية
والفي جيش معاوية يقولوا غدر علي ودافع الصحابة عن أنفسهم دفاعا لأنهم كانوا أشاوس ورجال لا يفروا من القتال. ده كل اللي حصل. الصحابة لما قاتلوا ما قاتلوا ظلما ولا جورا ولا اعتداء على أحد، لكن الحرب أشعلوا الخوارج وفتنوا الناس بيناتهم، والصحابة ما تعودوا إنه يرجعوا لورا ولا يجبنوا، ما تعودوا يرجعوا لورا. صحابي واقف في مكانه ما بيرجع لورا. هذا اللي حصل. تجي أنت ونوعك دارين قولك معركة الجمل، معركة الجمل فيها شنو؟ فيها طعن في الصحابة. بل والله هذه من أعظم مناقب الصحابة لو الإنسان يفهم. شوف شوف النديك من المناقب علي رضي الله عنه وأرضاه. لما انتهت معركة الجمل في واحد غدر بطلحة وكتلوا بسهم طائش، غدر بطلحة وكتلوا، وطلحة كان في الجيش الثاني كان مع معاوية، تمام؟ جاء علي بن أبي طالب لقاه ملقي مقتول على الأرض، فأخذه ووضعه على حجره ونفض عنه التراب وقال: يعز علي أبا محمد أن أراك مجدلا على الأرض وتحت أديم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. شوف أدب الصحابة كيف. دي أنت بتعمله؟ نوعك ده بيعمله؟ بيعمله الشيعة؟ صحابة ناس قمة في الأدب، قمة في الأخلاق، قمة في الديانة، سادات المؤمنين وسادات أولياء الله الصالحين. ما كان بيناتهم حزازة ولا بغض، بل لما انتهت المعركة جاء محمد بن طلحة ابن عبيد الله لعلي بن أبي طالب قال له: ادخل علي. لما جلس قال له علي: أسأل الله أن يجعلني وأباك والزبير، دل كانوا في الجيش الثاني منه، قال له: أنا وأباك والزبير، ها؟ قال له: ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ده الصحابة اللي بتكلم في نوعك انت ده. لا تسوي أنت الغبار الذي علق في أنف معاوية ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة. ما تسوي أنت الفرس الذي ركب عليه معاوية رضي الله عنه. عشان تتكلم وتطعن ما بخليك والله إلا لا نجيبك نجام منذ ولدتك أمك ما لاقاك الكلام ده. نحن ما عندنا مجال لشيعي يجي برطة عندنا هنا، وفرصتنا لك واحدة مناظرة ثانية عشان تتكلم لي في الصحابة. ما عندنا لك مجال زي ده. كلمتك واحدة والله تقولها تاني ما عندنا معك حاجة، عشان ما يجي يرسلك لنا العجوز ذاك. العجوز ذاك طفش ذاك، يجي يقول الصحابة منافقين. منافق انت يا كلب، كلب منافق انت ده. صحابة منافقين؟ شوف تدافع عنه، شايف؟ شايف؟ عشان تعرفوا زولو، شايف؟ أنا قلت أنت عجوز، أنا قلت العجوز ذاك. شفت الشغلة أنا دي كيف؟ لسه أنا جايك بالتقيل أقعدتن، أقعدتن. طيب، قال بعد ذاك أبو بكر رضي الله عنه قالوا له، هو قال أبو بكر ساي رضي الله عنه وقاله، قال أبو بكر قال له أعرابي، قال له قومناك بسيوفنا، كذب. ما في كلام زي ده اطلاقا. ما في اعرابي بيقوم ابو بكر الصديق بالسيف. يا شيخنا، من الذي يقوم ابو بكر الصديق بالسيف؟ اعرابي يقوم ابو بكر الصديق بالسيف؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن ابي بكر الصديق: لم تحفظ له مخالفه للسنه اطلاقا. قوموا بالسيف، سيف يترفع لابو بكر الصديق؟ بالله يا ناس ما تخافوا الله، برضو قول ما قلتها، قول ما قلتها برضو. سيف يترفع لأبو بكر الصديق؟ والله لا خير في سيف، لا خير في سيف يرفع في وجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هو الصديق، ربنا قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. طيب تقول لك قومناك بالسيف؟ طيب خلوا يا ناس. أصل تعرف هذول لما يدوا الحقنة، الحقنة بتاعتنا دي سخنة، دي حقنة بقرة القدر كده دي، شفتك؟ السخنة الحقنة دي لما نديك ليها بيخليك تعيط كده ده. أسيب هذول ده فقط صوابه، لا عارف يقعد في الشمس ولا عارف يقعد في الظل ولا عارف يجيب على حيله. يا زول أقعد في الكرسي ده، ما عندنا مشكلة أقعد في الكرسي ده. أنت غلبك فرصة يا تدي، عشان تجي تاني تنبذ زي الصحابة يسمك في فرصة تاني. يسمك الصحابة ده والله في راسنا وفي عيوننا وهم أسيادنا. الإمام الشافعي قال: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا.
تكلم فيه انت لا قيمه لك والله، ما عندك اي قيمه عندنا ولا عندك اي فرصه تاني. طيب نمشي قدام. طيب بعدك مشى للموضوع بتاع انصار السنه وما انصار السنه، قال نكسر انا السويدة راح اللي بهم في الاخر كي جايين لك في النهايه اصبر. قال نمشي نكسر الاصنام، قال وامشي معانا انت، قال نديك ترهاق تكسره. انا قلت لك دار اكسره؟ انا قلت لك ماشي اكسر اصنام؟ انا عندي تكسير الاصنام ده من حقوق الحاكم. قال علي رضي الله عنه لابي الهياج الاسدي لما كان واليا حاكما كان، قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. ده شغل الحاكم. عشان كده انا من هنا ما بقول انه انا بمشي بكسر الاصنام، انما بقول ده حق من حقوق الحاكم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان باليد، اذا كان فيه اقامه حدود، فيه قطع، فيه كسر، فيه قتل، فيه اي حاجه، ده من حق السلطان ما من حق عامه الناس. الليله لو مشيت كسرت انا وجوني ناس قالوا لي مكسره مالك، انا حقول شنو؟ همشي وين انا ثاني؟ لانه دي بتبقى فوضى بعد ذاك. اقول اتحد، اقول اتحد يا شيخ، انا اقول اتحد يا اخي. بعد انا جايك للصوفيه، جايك للصوفيه وهو طبعا عامل فيها نظام، ما ده اصلا شغل الجماعه المتاثرين بالفكر الشيعي، بيجي يعمل فيها بيختلق فتنه بينك وبين الصوفيه وعامل فيها انه بيكتسب من الحاجه دي. انت بتدردق لي الصوفيه انا بردمه لك، انت قال انا بفتح ليه؟ ما بفتح، بدردق لي بس، دردق بردم، ما عندي معه شغله. انت ده يقول لي الصوفيه قال هل كلهم باطل؟ كلهم باطل؟ وانت زول عشان تخليه هل كله باطل؟ وقبيل ودات اللي تكلمت عنها زوجة الرئيس حفظه الله كلها باطل، والرئيس نعم البشير كله باطل، والسعودية كلها باطل، كلها بالحرمين الشريفين والحج والعمرة وكل باطل جد. ليه تكلمت فيهم؟ ها؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ليه البيت ده حفظه عديل الزول يا عم؟ أنا ما تتناغض، انت جاي تتكلم عن نانا ومين قبل وتقول لي كذوب، اوه زعلان مني انا كلي باطل؟ كله باطل كده؟ ده انا صليت الظهر هسه باطل، بس انا بتكلم عن الصوفيه لانه ما كلها باطل، لكن عندها نوع من الباطل الحق المعاذات بيفسدوا لي. ليه؟ لانه ربنا قال لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عندك شرك؟ ربنا قال عن الانبياء 18 رسول في سوره الانعام، وتلك حجتنا كل 18 رسول بعديهم قال شنو يا شيخ نبيل؟ قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ديل انبياء، الانبياء ديل ما عندهم عمل صالح، وديل ذات اساس العمل ونموذج العمل الصالح ذات، هم الانبياء هم نموذج العمل الصالح. مع ده كله ربنا قال لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب نشوف شرك الصوفيه شنو؟ ما هذا كتاب، ده كمان برضه شرع الستين، ده شرع الستين، ده كتاب يا امك، ده كتاب. طيب ده هنا في كرامات محمد الحضري، محمد الحضري كتاب الشعراني الصفحه 535، ده الكتاب. قال يلا انت بعدك عايم معي بالعين البايظه. قال ومنهم الشيخ محمد الحضري 33، قال اخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي انهم جاءهم يوم الجمعه، يعني الحضري ده جاءهم يوم الجمعه، فسالوه الخطبه فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله واثنى عليه ومجده، ثم قال يلا تابع معي تحت الخط ركز، قال واشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام. ابليس عليه الصلاه والسلام ما ده اللي اتكلم عنه انا ذاته، قال لي ده شرك، ما يا هنا كلامي انا، ما انت جيتني في محلل انا دايره ذاتك. اذا انا لما اتكلم عن الصوفيه انا بتكلم عن شرك يا ناس، يا ناس انا بتكلم عن شرك قاعد جوا الكتب دي، بتكلم عن اباطيل
الصوفية بتنشر فيها الليلة الكتاب ده بيعوه في الدار السودانية للكتب. انت عارف الدار السودانية للكتب؟ هناك في الشارع عندك فيها كتب حقتك هناك؟ بس عليك الله لما تمشي تزور كتبك تشوفها. بس اطلع فوق الطابق الأول خليه، الطابق الثاني قول لهم ادوني هذا قاعد هناك بيبيعوا فيها في محل كتابك انت، واحتمال كتابك يكون أكعب من ده، أنا ما عارف الله أعلم الله أعلم ما عارفه، لكن محل كتابك قاعد ده. ضلالات. في كتاب سراج السالكين ما حد ما قريت منه؟ أنت مش قريت منه قبل؟ أنا داير أذكر الجماعة بس أعمل لهم كده بس رجع الميموري لورا، كتبت كلمت عن شنو قبل؟ مش سراج السالكين وضيف الله؟ طيب وضيف الله برضه قاعد في الدار السوداني في الطابق التحتكم ولا تطلع عليه لو ركبك وجعتنك ولا تطلع فوق في الطابق الأول. وضيف الله قال من كرامات الشيخ قال إنه جابوا له ولد ما بيرضع كده، بس أنت دي وقع علي أشرح علي فهمني ليه. جابوا له شافع صغير قال ما بيرضع الشيخ قال لهم جيبوا، فتح الزرارة طوالي تي 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 در لبن قال درروا كيف أنا ما عارف زيط رضع الشافع قال من كرامات الشيخ إنه يرضع. الله بيسألك لقاك شيخ بيرضع؟ ده في وضيف الله طبقات وضيف الله تقول تتكلم عنهم ليه؟ اها هذا قال وقيل ملص القميص يا ناس يا ناس ملص القميص قال وتحزم بالفركه وعصر سديه عصره حتى درت اللبن قال فحنكه منه وقال والله اعلم يعني كمان عامل فيها بيتحرف الروايه قال ومكس الى الاسبوع اسبوع كامل بالرضعه ذيك قصوا رضعه شنو ده اسبوع كامل ده الدين بتاع التصوف والتصوف غراني انت قاله التصوف ما كتب بتاعت ناس اصلا يا عم انا ده يا اخوانا مالو الليله شوف ده كتاب مرجعيه مخرف انت الكتاب ده كتاب مرجعيه عند التصوف احتفلت به الخرطوم او سنار عاصمه للثقافه عامله مؤتمر عملوا مؤتمر في قاعه الشارقه دي هناك جمجمة الخرطوم اول ما انت تجي من الداخليه كليه الهندسه مقبله على كده طوالي قاعه الشارقه عملوا محاضره كامله احتفاء بكتاب طبقات وضيف الله يمثل مرجع من المراجع في الان في الاذاعه في برنامج اسمه حكايات من الطبقات ده بيقروه انا درست جامعه الخرطوم 5 سنوات من السنه 2002 لحد 2007 بقرا في الجامعه درسونا من الكتاب ده وامتحنا فيه امتحنت فيه امتحان تعرف الامتحان قعدت بامتحن وقال الشيخ ابتكة طيب تقول لي ده كتاب كتبه زول ساي يا اخي دي مرجعيات قاعده في جامعات بيدرس كتاب معترف به سودانيا معترف به عالميا عنده رقم ايداع بيمثل دين بتاع ناس بيتعبدوا به والله الله بيتعبدوا به ده بكتاب طبقات وضيف الله انت تيجي تدافع ليه عنهم شوف يا شيخنا ما تنططي في الكلام كثير يا طلب انا دار اديكم الخلاصه واحنا جرينا المنبر كثير دار اديكم الخلاصه شوف الاثار بتاعت الفكر الشيعي زي الشايله ده ولا غيره حتى لو هو قال انا ما شيعي نحن في النهايه يهمنا اثار الفكر الشيعي الموجوده دي نحن بنتعامل معاه بحزم وقطع تماما بالعلم والحجه اما بيدنا ما بنضرب زول نحن ما بنعتدي على زول الزول بيعيش في بيناتنا بالقانون لو عندك اي كلام القانون نحن بنرفعك اللي بيحاسبك القانون ده باعدام بسجن بغيره يحاسبني انا باعدام بسجن بحاسبنا القانون بتاع البلد دي عشان البلد ما تكون فوضى اما انا بيني وبينك العلم وما بجاملك والله تتكلم في صحابه ما اجاملك والله لو تتكلم في ابوي وامي ممكن اخليك لكن والله تتكلم في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والله ما اخليك والله ما اخليك ونرد عليك والحمد لله مراجعكم عارفيننا وشبهاتكم عارفيننا وكذباتكم عارفيننا كلها ولسه في كذبات تانية انت مو وصلت ليها انا كان لو عندي متسع من الزمن بجيب لك الكذبة حقتكم وبوريك الاجابة عنها شنو عشان تاني ما تجينا هنا وتاني ما بنفتح لك فرصة وهو عجينا هنا انت ولا العجوز بتاعك بتاع المرة اللي فاتت الاثنين تاني ما تجونا ولا بنديكم فرصة جزاكم الله خير يا طلاب على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله